ازيك يا يونس؟ انت ازاي يا جدع انت ما تشكرنيش على طفايات الحريق اللي سبتها لك جنب كرسي؟ طب ما تخلي طقم العزا اللي ورايا ده يفكني وانا اجي اشكرك بنفسي. وانا في اعدادي كنت عايش في مدينه من المدن اللي على الصحراء، مكان جميل وهادي زي المكان ده بالظبط، بس كان فيه مصيبه واحده، الفيران. فران كتير قوي يا يونس، والفار منهم ايه؟ سلامتك بالدنيا قد كده. الجمعيه الزراعيه كانت بتوزع على البيوت سلم، بس شويه والفران اتعودت على السلم، بقت بتاكله عادي يا يونس زي الدريسنج على السلطه. تخيل بتاكله عادي. صحتين، بس شو دخلنا نحن بقصه السلطه؟ يوم اخوك يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ مصايد، يعمل مصايد يا يونس. مصايد بقى ازايز الحاجه الساقعه البلاستيك، عارفها؟ يجي الفار من دول يخش عشان ياكل، تقفل عليه المصيدة، ألم أنا الفيران وأغرقهم في جردل قصاد بعض، وبعدين أولع فيهم بجاز. تصدق يا يونس؟ أنا ما كنتش أعرف إن الفيران ليها صوت. دول بيصرخوا صريخ وهم بيولعوا. بس هما أسبوعين، أسبوعين بالظبط، وما لقيتش فار واحد عندي في البيت. بس فضلوا يخشوا عند الجيران عشان عرفوا ان دخول بيت انا فيه عذاب. عذاب اخرته موت يا يونس. انا لو اعرف ان دي مشكلتك من الاول كنت جبت لك قطه، او خليت حد من حبايبي يدي لك توكيل مكافحه حشرات. كفايه فران بقى، السنتين دول طولوا. انت ومراد فرام حرقكم مش هيخلي حد يقرب مني تاني. عاجبك المرمطه اللي انت فيها دي؟ انا عايز اسالك سؤال واحد بس، ايه اللي خلاك صدقت مراد ومشيت وراه؟ اكل العيش، البلد مليانه فران وسخه ولازم تنضف. حقك يا يونس، حقك طبعا يا يونس، حقك تعيش في بلد نظيفه، وحقك كمان. اللي اقول له يا يونس، هو يعني ايه بلد؟ المكان اللي بتتولد فيه، ولا المكان اللي بيديك باسبور، ولا المكان اللي بياكلك عيش؟ اصل انا مش عارف استوعب الفكره دي خالص. ولا عمرك هتستوعب. احنا 100 مليون، يعني لو في كل مليون واحد وسخ زيك كده، البلد مش هتخرب. هندوس عليه بالجزمه وهنكمل عادي. هما لسه بيضحكوا عليكم بالكلام ده؟ لسه. والله يا يونس انا كان نفسي ارغي معاك اكتر من كده، بس مش عايز اخرك عن مراد. ازيك يا مايا؟ هي مايا دي بقى بنت ب 100 راجل، عملت دورها هايل يا يونس. دور؟ منين بتعرفني انت؟ انا ما بعرفك اصلا. بس تعرفي جواد، ده بيشكر فيكي قوي. ما تبصلهاش كده يا يونس، دي بت غلبانه وجواد كان بيشتغلها، بس الحقيقه يعني هي بني ادمه جميله 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 جميله. انت اكيد عرفت. والله يا اخي حرام الناس اللي عماله تموت بسببك دي. انا مش هرحمك يا راضي. انا مش هنساك يا يونس.
عمر، انا وصلت النص احداثيات مكان الصواريخ. والنص التاني؟ يعني يا معراضي لسه بيدور عليها. راضي خرج من نص ساعه على طريق من ميلانو لماليزيا، واحنا وصلنا بقيه الاسامي اللي في الليست، منهم اسم نصير الاحمدي، ضابط ليبي سابق وعايش هناك. اول طياره كمان 4 ساعات. نصير هنا بقاله 5 سنين، عمل شركة مقاولات كبيرة وبيشتغل مع أهم ناس في البلد. عايش لوحده، ابنه الوحيد اسمه عدي وبيدرس في مصر. يوم النهاردة الصبح كان عادي جدا، العيال معايا ركبة تليفونه وما جالوش أي مكالمة غريبة. راضي بقى وصل الصبح وعمل تشيك إن في أوتيل شيك قوي، وقابل 2 من المافيا الصيني. الاوتيل ده فيه حفله برايفت هيحضرها ناس مهمه جدا جدا. ولا مكان بيقفل امتى؟ كيكي لقيت جام النت كتبت طول. مش متاخر كده؟ منور يا يونس، اخوك علي. نصير اسمه موجود في لسته المدعوين في الحفله. انا اعرف تخش الحفله دي يوسين؟ الاوضه في الاوتيل محجوزه باسمك. ودي دعوات الحفله ايه؟ الكمبيوتر ده عليه سيستم الاوتيل كله. جي يوسين. تناكا جي. تناكا جي. علي هو انت شغال ايه؟ زي ما انت شايف شيف. يا عمر عملت ايه في موضوع ابن النصير؟ جاري تحديد مكانه يا يونس. طب طمني. ايه الاخبار يا مصطفى؟ انا قلت لعمر بيه لما كلمني اخطف لك انا راضي ده وانت تيجي تستلمه من الثلاجه جوه. مش بسهوله كده. احنا عايزين يوصل اللي هو عايزه ويبعتها للي مشغلينه ونخلص منهم كلهم. كلام موزون شايك. طب انت ناوي على ايه؟ وانا ما ينفعش اظهر خالص. راضي لو عارف ان انا هنا العمليه كلها حبوس. السؤال بقى حسين بتعمل ايه هنا؟ شيف. شيف يا راجل ده هو اللي هيبان عليها خالص. ما انت كنت فاكر ايه؟ نصير وصل. خليك قريب منه لانك ما تروحش من عليه. يونس داخلين عليك حالا. يونس نصير وصلت المسج دي بعتها لك. عمر بيتك يونس، انا عايزك تنسى موضوع ابنك ده خالص. مش عايز ابوظ عليك الحفله انت والعموره. انت مين وش تريد؟ انا عايز الاحداثيات يا نصير. I'll be with you shortly. أي إحداثيات؟ أنت تتكلم عن شيء أنا ما أعرفه أبداً. شوية أرقام
معاك، انا عايزها وهاخدها يا نصير. انت مو عارف انا مين. انا ممكن احجزك بهذا البلد طول عمرك. امال بيرد انا غالي ليه؟ ولا انت مش عايز تشوف ابنك تاني؟ دلوقتي يا عمر. تمام يا يونس، والمجموعة جاهزة. باب الغرف. انتوا منو بالضبط؟ لا تقلقش، ابنك بخير. الحق بين والباطل بين. الله اكبر، الله اكبر. Where you going? You know where is the toilet? ما تخرجش من الاوتيل. هتبقى حصل يا يونس. انا دي غزه يا ابن الحيره. ايه الموقف يا عمر؟ راضي يوصل للاحداثيات وبعت لابو انس يا فندم. ابو انس لو وصل للسلاح ده قبلنا يبقى هيختفي، ومش بعيد يدخلهن هنا جوه البلد. فين يونس؟ الـ15 يا يونس. مصريتنا وطنيتنا حماها الله. قعدت تقول لي احنا 100 مليون، يعني لو في كل مليون طلع واحد وسخ هندوسه بالجزمه ونكمل عادي. ايه رايك دلوقتي؟ مين اللي متداس عليه بالجزمه يا يونس؟ أقول إيه؟ أنتوا اللي بتحبوا كده، كيفكوا كده؟ Ah!
يا خسارة يا راضي، الأوامر اللي عندي إن أنا أرجعك مصر حي، بس اللي كان عايزك حي مات. عمر بيه، ألف مبروك. العريس طلع شهر العسل. ده انتحر ده ولا حد زقه ولا ايه؟ لا حول الله يا رب. القرار قرارك والمعرفة ليها تمن. ما تطفي البتاع ده يا يونس، الأكل هيبرد. وقت كتير التمن ده بيبقى غالي قوي. ايه ده؟ والله يا دكتور لو وديتي ايدك. بس لازم تبقى عارف إن قدرتك في الوصول للمعلومة زي ما تقدر تبدأ حرب بتقدر تنهيها. توكلنا على الله.